السلام عليكم يا شباب، رجعنا مرة تانية مع أول فيديو من فيديوهاتنا في شابتر الكارديو فاسكولار سيستم. الكارديو فاسكولار سيستم كارديو جاي من كارديا اللي بتعني هارت، وفاسكولار جاي من فيسلز اللي بتعني أوعية دموية. فيبقى الكارديو فاسكولار سيستم أو نظام القلب والأوعية الدموية هتدرس فيه إيه؟ هتدرس فيه الهارت بكل نواحيه، بكل حاجة متعلقة به، وبعد كده تنتقل للجزء الثاني اللي هو الفاسكولار بارت، الأوعية الدموية المنتشرة في الجسم. طيب أنا هنبدأ إن شاء الله معاكم في الفيديو ده، هنتكلم عن الهارت أو السيركيوليشن بشكل عام. هنتكلم كده كمقدمة سريعة وبعد كده ندخل في التفاصيل في الفيديوهات الجاية. طبعا انتوا دلوقتي مفيش عندكم منهج ثابت، فأنا هحاول إن أنا أجمع المعلومات بقدر الإمكان في الفيديو، وفي النهاية هقول لكم على سورس او اتنين انتوا ممكن تذاكروا منه زي ما انتوا عايزين، او ذاكروا من اي مكان يناسبكم. الهارت الهارت بتاعنا يعني يعتبر عضو عضلي هام جدا وفايتال وحيوي في حياة الانسان. مكان الهارت في الجسم موجود فين بالظبط؟ بص معايا كده، ده القلب او الهارت، بيبقى موجود ما بين الرئتين على الجانبين، وتحت مباشرة بيبقى الديافرام أو الحجاب الحاجز اللي بيفصله عن منطقة الأبدومين أو منطقة البطن. بيحاط الهارت من بره بغلاف بيفصله عن ما حوله، بيسموا الغلاف ده البريكارديوم. البريكارديوم، بيري يعني حولة، وكارديوم جاء من كارديا اللي هي القلب. طيب ايه فايدة الغلاف ده؟ ربنا سبحانه وتعالى لما خلق لنا مجموعة من الأعضاء الهامة أراد سبحانه وتعالى أن هو يحفظ الأعضاء دي، فخلق حوالين كل واحد منهم سيرس ساك. ساك يعني حاجة زي كيس كده، جواه سيرس فلويد، سائل خفيف جدا بسيط. السائل ده بيسمح للأورجن اللي داخل الساك أن هو يتحرك، زي الهارت مثلا، زي التو لونجز، يتحرك حركة حرة، وفي نفس الوقت ما يحصلش احتكاك له بالمناطق أو بالاستراكتشرز أو التراكيب اللي حواليه. فعشان كده هتلاقي الهارت بتاعنا دايما محاط بالبريكارديوم. مش بس البريكارديوم ده محيط بالهارت، ده كمان بيمتد للأعلى عشان يحيط الجريت فيزلز اللي خارجة من الهارت. طيب الهارت في الوضع اللي قدامنا ده كده، لما أحب أقول الهارت مكانه فين أقول فين؟ قالك إن الهارت موجود في ما يسمى بالميدياستاينم. إيه الميدياستاينم؟ الميدياستاينم هي المنطقة اللي موجودة ما بين الرئتين على الجانبين. طيب المنطقه دي بتحتوي على ايه؟ قال لك دي بتحتوي على حاجات كتير جدا، بتحتوي على الهارت زي ما قدامك كده، بتحتوي على الجريت فيزلز اللي خارجه من الهارت، بتحتوي على بعض الاستراكشرز زي التراكيه القصبه الهوائيه زي الاسوفجاس اللي هو البلعوم او المريء، بتحتوي كمان على مجموعه من النيرفات، بتحتوي على جزء من العضلات، بتحتوي على غده زي السايمس اللي انتوا درستوها السنه اللي فاتت في شابتر الليمف. فيبقى كده انا عندي مجموعه من التراكيب او الاستراكشرز اللي موجوده في المنطقه دي، فالموضوع هيبقى كبير قوي. قال لك طب احنا نقسم الميدياستاينم ده تقسيمه حلوه عشان نقدر ان احنا نوصف موضع كل عضو فيه وصف دقيق. فقال لك تعالى نشوف كده تقسيمه الميدياستاينم اللي هي المنطقه اللي ما بين الرئتين هتتقسم ازاي. بص كده، الميدياستاينم بيتقسم بالشكل اللي قدامك ده كده، في جزء فوق قال لك هنسميه سوبيريور ميدياستاينم، وجزء تحت قال لك هنسميه انفيريور ميدياستاينم. لو السوبيريور ميدياستاينم سهل يعني وبسيط الى حد ما وجزء صغير، لكن الانفيريور ميدياستاينم لقوا حجمه كبير جدا. فقال لك بس احنا نقسم الانفيريور ميدياستاينم الى 3 اجزاء: انتيريور ميدياستاينم، بوستيريور ميدياستاينم، وميدل ميدياستاينم. الهارت بتاعنا فين؟ الهارت بتاعنا هو ده. لما اقول لك الهارت مكانه فين هتقولي الهارت lies between the two lungs، موجود ما بين الرئتين في الميدل ميدياستاينم، في الجزء المنتصفي للميدياستاينم، تحديدا في الانفيرور ميدياستاينم. طيب في معلومة كده سريعة بتقول لك ان الهارت بتاعنا، القلب الخاص بالشخص بيكون مساوي لحجم قبضة يده المغلقة او اكبر قليلا. فالجملة نقولها ازاي بقى؟ نقول ان الماسكولار هارت، القلب بتاعنا اللي بيتكون من muscles، is nearly the same as the size of a closed fist، يعني تقريبا في نفس حجم القبضة المغلقة بالشكل ده كده، or slightly larger او more than it، يعني حاجات بسيطة اكبر منها. طيب هو الهارت بتاعنا او القلب بتاعنا شكله عامل ازاي او بيتكون من ايه؟
تعالى كده نبدأ كده نتكلم سريعا عن السيركيوليشن، الدم بيدور في الجسم ازاي، بيتحرك ازاي، حجرات القلب عاملة ازاي. تعالى كده نتكلم عنهم ونشوفهم جزء جزء. طبعا الجزء اللي انا هبدأ اشرحه ده الجزء اللي مذكور عندكم باسم Blood Flow Through the Heart، لو انتوا بتذاكروا من كتاب اوكسفورد هتلاقيه صفحة 417. بص كده، ده شكل مرسوم تخيلي، مش ده الشكل الطبيعي اطلاقا للهارت، بس ده شكل تخيلي سريع بيقول ان الهارت في المورفولوجي بتاعه او الشكل بتاعه بيتكون من اذينين وبطينين. اكيد سمعتوا الكلمتين دول قبل كده. الاذين اسمه اتريم والبطين اسمه فينتركل. وبعد كده بينقسم الهارت الى نصفين، نصف على الشكل على الجانب الايمن ونصف على الجانب الايسر. واحد يسالني هو ده الايمن وده الايسر؟ ايوه، انا بعامل ان انا ببص الهارت لشخص قدامي، مش ده الهارت بتاعي، لا ده هارت بتاع شخص قدامي، فيبقى ده الجانب الايمن وده الجانب الايسر. يبقى ده ممكن نقول ده الرايت سايد اوف ذا هارت وده الليفت سايد اوف ذا هارت. ممكن نقول ان الرايت سايد اوف ذا هارت نقول الرايت هارت بامب، ونقول ده الليفت هارت بامب، مفيش مشكله. طيب عايزين نشوف صورة للقلب الحقيقي وهو بيعمل بامبنج للبلاد والمسلز بتاعته شغالة. تعالى كده نبص، ده من موقع اسمه هارت فالف سيرجري، بيوريك ان الهارت فيه تو اتريا اذينين وتو فينتريكلز. لاحظ ان الاتريا بيشتغلوا في نفس الوقت والفينتريكلز بينقبضوا مع بعض في نفس الوقت. وطبعا ده بيخلينا ناخد نسمع كلمة كده كده هتسمعوها بعد كده في الفسيولوجي، ان الهارت حاجة اسمها functional synechia. functional synechia يعني الهارت بيشتغل كوحدة واحدة، مش كل جزء منه بينقبض في وقت منفصل، لازم الهارت يكون شغال بتوائم مع اجزائه المختلفة. طب تعالى بقى نشوف السيركيوليشن بتاعتنا. احنا كده شفنا شكل الهارت وعرفنا ان احنا عندنا رايت اتريوم ورايت فينتريكل، ليفت اتريوم وليفت فينتريكل. طب تعالوا نشوف السيركيوليشن بتاعتنا بتحصل ازاي. بص كده، دي السيركيوليشن بتاعتنا، ده الهارت ودي الجريت فيزلز اللي خارجه من الهارت. طبعا الجريت فيزلز مش بتخرج بالشكل ده اطلاقا، الجريت فيزلز بتخرج كلها تقريبا من الهارت من فوق، ما عدا الانفيرو فينا كيفا هو اللي بيخرج من الهارت من تحت. بس ما علينا، هو انا راسم الشكل ده بصوره تخيليه عشان تسهل الوضع وتخلينا ان احنا نقدر نفهم الكلام بصوره اوضح واسهل. خلونا نبدا. الدم بيرجع للقلب ازاي؟ الدم بيرجع للقلب سواء كان من التشوز او اللي احنا بنسميها السيستميك سيركيوليشن. طبعا السيستميك سيركيوليشن دي ممكن تكون لمناطق فوق القلب زي الرقبة والذراعين والهيد، ممكن تكون لمناطق تحت القلب زي الابدومين وزي اللور ليمب. فاكيد في حاجة هترجع لي الدم من اللور ليمب ومن المناطق اللي تحت القلب، وفي حاجة هترجع لي الدم من المناطق اللي فوق القلب. واكيد بما ان الدم هيرجع خلالها يبقى اكيد هتكون وريد، اكيد مش هتكون ارتري، ده لازم يكون فين. تعالى كده نكبر الصورة شوية. بص معي، الدم بيرجع للقلب تحديدا للرايت اتريوم اللي هو الاذين الايمن من السيستميك سيركيوليشن او من البادي تيشوز عن طريق وريدين، وريد اسمه الوريد الاجوف العلوي وريد اسمه الوريد الاجوف السفلي. قال لك هنسمي الوريد الاجوف العلوي superior vena cava. superior يعني فوق، فينا جاي من فين وكيفا جاي من كيفم اي اجوف، الوريد الاجوف العلوي. بيرجع الدم منين؟ من السيستميك سيركيوليشن تحديدا من المناطق اللي فوق القلب. طيب المناطق اللي تحت القلب خلاص، ده كان اسمه superior vena cava، يبقى ده اسمه inferior vena cava، ممكن تختصرها SVC و IVC مفيش مشكلة. يرجع من خلالهم الدم عشان يصب في الرايت اتريوم وتبدأ الدورة الدموية داخل الهارت. طيب هتقولي هو السوبيريور فينا كيفا والانفيريور فينا كيفا بيلموا الدم من كل المناطق بتاعه الجسم؟ اقول لك ايوه، بيلم الدم من كل المناطق بتاعه الجسم ما عدا حاجه واحده بس، القلب نفسه. القلب نفسه مش محتاج ان الدم الفينوس درينج بتاعه يرجع له عن طريق السوبيريور او الانفيريور فينا كيفا، ده بيرجع له عن طريق حاجه مخصوصه اسمها الكوروناري ساينس، هندرسها قدام، عديها دلوقتي، هندرسها قدام لما نيجي ندرس البلاد سبلاي والفينوس درينج بتاع الهارت. طيب خلاص كده انا اتاكدت ان الدم كله رجع للرايت اتريوم. الدم اللي راجع ده دي اوكسجينيتد بلاد، يعني مفيش فيه اكسجين، يبقى كده انا عاوز اوصله مره تانية للرئه عشان ياخد الاكسجين ويطلع ثاني اكسيد الكربون عشان يبقى اوكسجينيتد مره تانية. طيب تعالى نشوف ازاي هيرجع للرئه مره تانية. الدم بينتقل من الرايت اتريوم
للرايت فينتريكل ومن الرايت فينتريكل. وعايز اقول لك حاجه، الرايت فينتريكل وظيفه الفينتريكلز مينلي ان انقباضها انقباض شديد يحرك الدم مسافات بعيده. فالرايت فينتريكل بانقباضه بيحرك الدم يروح لللنج. طيب هو رايح لللنج يبقى اكيد ده دم غير مؤكسد، ده رايح لللنج يبقى اكيد عن طريق فين. كويس، بس يعني في حاجة معينة احنا عايزين نتكلم عنها، ان دايما الحاجات اللي خارجة من الهارت بنقول عليها ارتريز، والحاجات اللي راجعة للهارت بنقول عليها فينز. يبقى على الرغم من ان الوعاء الدموي ده شايل دم غير مؤكسد، لكن هيطلق عليه ارتري، فنسميه ايه؟ ده الارتري اللي رايح لللنج. اي حاجه رايحه لللنج بنطلق عليها لفظ بالمونري، فنسمي ده البالمونري ارتري او البالمونري ترانك. ترانك، طب ليه هو اسمه ترانك؟ قال لك لانه بيجي يتفرع في النهايه الى تو ارتريز او فرعين، كل واحد منهم بيروح لرئه من الرئتين. يبقى مره تانية الحته اللي انا قلتها في الاخر دي، الارتري الوحيد اللي شايل دم غير مؤكسد داخل الجسم، دم دي اكسجينيتد، هو البلموناري ترانك. ليه سمينا ارتري؟ لانه خارج من الفينتركلز، يعني خارج من الهارت. وليه هو استثناء؟ لانه شايل دم غير مؤكسد رايح لللنج عشان يحصل له عملية اكسجينيشن او عملية اكسدة للدم، يسيب ثاني اكسيد الكربون ويتحمل بالاكسجين ويرجع مرة تانية للهارت. هيرجع فين في الهارت؟ هيرجع للليفت سايد عشان يصب الدم المؤكسد عن طريق 4 أوردة رئوية بنسميهم الفور بالموناري فينز. وهنا فور بالموناري فينز تعتبر هي الفينز الوحيدة في الجسم اللي شايلة دم مؤكسد. ليه؟ لأنها شايلة الدم الراجع من اللنج للهارت. في العادة الفينز السوبيرو فينا كيفا والانفيرو فينا كيفا وكل الفينز في الجسم شايلة دم غير مؤكسد راجع من البادي تيشوز او راجع من السيستميك سيركيوليشن، لكن الفور بالموناري فينز هما الفينز الوحيدة اللي خلال الجسم بتحمل دم مؤكسد، بتشيل الدم المؤكسد من الرئة الى الهارت عشان ترجع مرة تانية للليفت اتريوم. بص كده معايا، رجع الدم للليفت اتريوم عن طريق الفور بالموناري فينز. بيقولك ان احنا في عندنا 2 سوبيريور و2 انفيريور. انا مش عايز اقولك سوبيريور وانفيريور، انا عايزك تعرف ان في 2 راجعين من كل لانج وعددهم 4 بيصبوا في الليفت اتريوم. الدم يتحرك من الليفت اتريوم الى الليفت فينتريكل عشان يتم ضخه خلال اكبر شريان في الجسم، هو الشريان الابهر او الاورطة. الأورطة بيتفرع إلى عدة فروع، بعضها بيصعد لأعلى عشان يغذي البادي تيشوز أو يعمل السيستيميك سيركيوليشن اللي هي الدورة الدموية الكبرى للأعضاء أو الأنسجة اللي فوق القلب، وبعضها بينزل لتحت ويكمل مع الأورطة عشان يغذي السيستيميك سيركيوليشن أو البادي تيشوز أسفل القلب. في الحالة دي أنا بدأ يظهر عندي حاجتين، بدأ يظهر عندي right side of the heart و left side of the heart. ال right side of the heart هتلاقيني دايما عامله بالأزرق، و left side of the heart عامله بالأحمر، لأن ال right side of the heart بيحتوي دي oxygenated blood يعني دم غير مؤكسد، بينما ال left side of the heart بيحتوي oxygenated blood يعني دم مؤكسد. وبدأ يظهر عندي دورتين دمويتين، دورة دموية صغرى ودورة دموية كبرى. الدورة الدموية الصغرى اللي احنا بنسميها البلموناري سيركيوليشن، اللي هي بيتم فيها التخلص من الدم الدي اوكسجينيتد او الغير مؤكسد وإعادة تجديد الدم الاوكسجينيتد او ضخ الاكسجين مرة تانية. بتبدأ البلموناري سيركيوليشن منين؟ من الرايت فينتريكل خلال البلموناري ترانك يوصل لللنج، البلموناري فينز، واخيرا الليفت اتريوم، ويبقى دي عندنا اسمها البلموناري سيركيوليشن. وبيظهر عندي سيركيوليشن تانية أو دورة دموية تانية اسمها الدورة الدموية الكبرى أو السيستيميك سيركيوليشن، ودي اللي بيتم فيها توزيع الدم لجميع أجزاء الجسم. الدم الأكسجينيتد بيخرج من الليفت فينتريكل خلال الأورطة، ومن الأورطة إلى البادي تيشوز، ومن البادي تيشوز يرجع سواء كانت من البادي تيشوز في الأبر بورت أو في اللور بورت عن طريق السوبيريور والإنفيريور فينا كيفا، وتصب في الرايت اتريوم أو الرايت سايد أوف ذا هارت.
طيب هل الدورتين دول منفصلتين؟ يعني الدم مثلا هي القلب ينقبض رايت فينتركل لوحده وبعدين الليفت فينتركل لوحده، هل الدوره البلمونري سيركيوليشن بتشتغل الاول وبعدين السيستميك سيركيوليشن تشتغل بعدها؟ لا بالعكس، انا قلت لك ان الهارت شغال كانه ساينيكيا او فانكشنال ساينيكيا، يعني الهارت بيشتغل كانه وحده واحده، ينقبض مره واحده وينبسط مره واحده، ينقبض فيه التو اتريا مع بعضهم وينقبض فيه التو فينتريكلز مع بعضهم. وتعالى نرجع تاني للصوره الجي اي اف، بص كده التو اتريا بيتملوا فضوا في الفينتريكلز، الفينتريكلز ينقبضوا مع بعضهم يضخوا الدم، التو اتريا بيتملوا مع بعضهم ينقبضوا مع بعضهم والفينتريكلز ينقبضوا مع بعضهم. الاتريا تنقبض الاول والفينتريكلز بعدها، الاتريا في البدايه والفينتريكلز بعدها، الاتريا في البدايه الفينتريكلز بعدها. معنى كده ان الهارت بيشتغل كله كوحده واحده، وان الدورتين الدمويتين سواء كانت البلمونري سيركيوليشن او السيستميك سيركيوليشن بيعملوا في تناغم تام. بنرجع مرة تانية بقى عشان ناخد شوية ملحوظات على الدورة الدموية اللي احنا اتكلمنا عنهم او على الهارت تحديدا والجريد فيزلز اللي خارجة منه. اول حاجة عندنا هو ليه الدم ما بين الرايت سايد اوف ذا هارت والليفت سايد اوف ذا هارت ما بيختلطوش مع بعضهم البعض؟ ده لان في سيبتم بيفصل التو اتري عن بعضهم البعض والفينتريكلز عن بعضهم البعض، بنسمي السيبتم ما بين التو اتريا جمع اتريم انتر اتريال سيبتم. هتلاقي في الكتاب كاتب لك ان هو بيحتوي على حاجه اسمها فورامين اوفال او فصه اوفال، الكلام ده ان شاء الله هندرسه لما نيجي نتكلم على الامبريولوجي واوضحه لك بالتفصيل في فيديوهات لاحقه، فتجاوز المنطقه دي دلوقتي. طيب وما بين التو فينتريكلز؟ في ما بين التو فينتريكلز حاجه اسمها الانتر فينتريكولار سيبتم. انا عايز اعلق على الانتر فينتريكولار سيبتم، انك لما تيجي تبص على الانتر فينتريكولار سيبتم مش هتلاقيه بالشكل ده كده، ده الرايت فينتريكل ده الليفت فينتريكل، هتلاقيه من تحت غليظ الشكل او غليظ التكوين لانه بيتكون من مصل، فبنسميه الماسكولار بارت اوف انتر فينتريكولار سيبتم. لكن في المنطقه العلويه بتاعته لما بيجي يرتفع بيبدا يضعف ويرفع ويتكون من fibrous tissue او من membranous part، فنسميه membranous part of the interventricular septum. سواء كان الانتر اتريال سيبتم او الانتر فينتريكولار سيبتم، فهما الاثنين ما بيسمحوش باختلاط الدم ما بين الرايت سايد وما بين الليفت سايد. ده اول ملحوظه احنا عايزين نتكلم عنها. تاني ملحوظه احنا عايزين نتكلم عنها ان الدم بيمشي في خلال الدورة الدموية في اتجاه واحد، من الاتري الى الفينتركلز، ومن الفينتركلز الى الاوردة، ومن الاوردة الى اللنج، ومن اللنج الى الشرايين، ومن الشرايين مرة تانية الى الليفت اتريوم ثم الليفت فينتركل ومنه الى الاورطة. يعني بيمشي في اتجاه واحد، ليه الدم ما بيرجعش في عكس الاتجاه؟ ليه الدم ما بيتحركش في عكس اتجاهه؟ قال لك بسبب وجود مجموعة من الفالفز سواء كانت ما بين الاتريا والفينتركلز او ما عند فتحات الجريت فيزلز. تعالوا كده نشوف شكلها عامل ازاي. بصوا كده يا جماعه، ده الرايت اتريم وده الرايت فينتركل. ما بين الرايت اتريم وبين الرايت فينتركل بيجي يتكون فالف في المنطقه دي على الفتحه اللي موجوده ما بين الاتريوم والفينتريكل على الرايت سايد. فلك الفتحه اللي ما بين الاتريوم والفينتريكل لو عاوزين نسميها ايه؟ قالك نسميها رايت اتريو فينتريكولار، يعني ما بين الاتريوم والفينتريكل اوريفيس بمعنى فتحه او اوبننج بيغطيها او بيحفظها ويحميها فالف، يعني صمام اسمه رايت اتريو فينتريكولار فالف. الرايت اتريو فينتريكولار فالف له اسم اخر بيسموه تراي كاسبيد فالف. ايه حكايه تراي كاسبيد بقى؟ طيب تعالى بس اعدي كلمه تراي كاسبيد عشان اشوف الناحيه الثانيه فيها ايه. قال لك والله في ما بين الليفت اتريوم وما بين الليفت فينتريكل برضو اوريفيس فتحه اسمها الليفت اتريو فينتريكولار اوريفيس بيغطيها فالف او بيحميها فالف اسمه الليفت اتريو فينتريكولار فالف. اسم الفالف ده اسمه باي كاسبيد فالف، يبقى انا عندي تراي كاسبيد على الرايت سايد وباي كاسبيد على الليفت سايد. ايه حكايه بقى التراي وباي كاسبيد والكلام ده؟ بص كده، كلمه كاسب في حد ذاتها بمعنى شرفه، يعني ايه كاسب ويعني ايه شرفه والكلام ده؟ بص كده، دي صوره شباك عادي، الشباك بيبقى له ضلفتين او ضرفتين بيتفتحوا عشان يعدوا اي حاجه من خلال الشباك ويتقفلوا يمنعوا اي حاجه انها تعدي. فقال لك لو احنا اعتبرنا ان كل ضرفه من دول اسمها كاسب، يبقى الشباك ده له كاسبين، فنسميه ايه؟ باي كاسبيد، باي كاسبيد شباك. طب احنا لما نبص كده على الفالفات بتاعه الهارت او الصمامات بتاعه القلب، بص كده، المفروض ان هنا في المنطقه دي كده الرايت اتريوم وتحته الرايت فينتريكل، والمفروض ان في المنطقه اللي فوق دي كده
الليفت اتريوم وتحته الليفت فينتركل. بص كده بيفصل ما بين الرايت اتريوم فوق والرايت فينتركل تحت. بص كده كام كسب، ادا واحد ادا اتنين ادا تلاتة، تلات ضلف او تلات شرفات. فيسموا الفالف ده اسمه ايه؟ اسمه تراي كاسبيد فالف. ويسموا الفالف اللي على الليفت سايد اللي بيفصل ما بين الليفت اتريوم والليفت فينتريكل يسموه الصمام ذو الشرفتين، اسمه الباي كاسبيد فالف. الباي كاسبيد فالف له اسم محدد خاص به كده، كلنا اكيد سمعنا عنه قبل كده، اسمه المايترال فالف. يقول لك واحد عنده انسداد او ضيق في الصمام الميترالي. الصمامات دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها انها تمنع الباك فلكس، يعني عودة الدم من الفيندريكلز الى الاتريا. طب تعالوا نرجع تاني للصور بتاعتنا. بصوا كده، المفروض ان الفينتركل سواء كان الرايت فينتركل او الليفت فينتركل لما ينقبضوا احنا عايزين الدم يخرج خلال سواء كان البالمونري ترانك او الاورطة وما يرجعوش مرة تانية للاتريا. يبقى اكيد لازم الفالفز دي تغلق عشان تمنع الباك فلكس او عوده الدم من الفنتريكلز الى الاتريا. واحد هيقول لي هي الكاسبس دي بتتكون من ايه؟ اقول لك الكاسبس، بص هو في لايننج داخلي، انت عارف طبعا انا قلت لك ان الهارت مينلي بيتكون من ماسلز صح؟ ايوه مفيش مشكله، بس الهارت اكيد بيتغلف زي ما هو متغلف من بره ببيريكارديوم، اكيد في حاجه بتعمل له لايننج من جوه. اللايننج بتاعه من جوه حاجه اسمها اندوكارديوم، يعني المسلز موجوده في النص، عليها من بره بيريكارديوم وعليها من جوه الاندوكارديوم. الاندوكارديوم بيجي عند منطقه الفالفز او الكسب دي كده ويتعرج عشان يكون لي الكسب. تعالى كده نكبر الصوره شويه. الاندوكارديوم يتعرج ويكون لي الكسب سواء كان بتاع الترايكاسبيد او كان بتاع المايترال. طبعا هنا في كسب كمان تالت غير الاتنين دول، بس اكيد عشان انا قاطع الصوره الكسب التالت مش هيظهر معايا، ده انا واخد قطاع في الصورة. طيب هنا هيظهر سؤال، ايه اللي يخلي ان لما الفنتريكل ينقبض ما يرجعش الصمام ده يفتح لفوق؟ يعني ايه اللي بيخليه يقفل ويقف في الوضع المثالي، الوضع المنتصفي ما بين الاتريوم والفنتريكل؟ هنا يجي حاجة، وظيفة حاجة اسمها الفايبرس سكيليتون اوف ذا هارت. ايه الفايبرس سكيليتون اوف ذا هارت ده؟ تعالى كده نشوف ايه الفايبرس سكيليتون. بص كده يا جماعة، تخيلوا معايا ان المنطقة اللي فوق دي كده دي اللافت اتريوم، والمنطقة اللي تحت دي الليفت فينتريكل. قالك والله بيطلع فيه بروزات من الوول بتاع الليفت فينتريكل او من العضلات بتاعة الليفت فينتريكل. بص اي بروز بيتكون من سوفت تيشو بنسميه بابيلا. طيب مش ده مصل؟ مصل عاملة بروز، فقالك خلاص نسميها البابيلاري مصل، العضلات البارزة اللي موجودة في جدار الفينتريكل. بيطلع من البابيلاري مصلز ديت حبال زي ما انت شايفها كده، حبال عاملة زي التندونز، فقال لك خلاص حبل يعني كورد وهي عامله زي التندونز فنسميها كوردا تنديني، يعني الحبال اللي طالعه من البابيلاري ماسل واللي عامله زي التندونز. وظيفه الحبال دي ايه؟ وظيفتها انها توصل للفالفز او تحديدا للكاسبس بتاعه الفالفز. ساعه ما ينقبض الفنتريكل طبيعي ان الفالف هيقفل. طيب الحبال دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها انها تمنع الباك فلكس، ان الكاسبس بتاعت الفالف ما تطلعش لفوق وما تقلبش تدخل جوه الاتريوم، وانها تخليها في الوضع الافقي او الوضع المستقيم. يبقى لما اجي اسالك ايه الفايبرس سكيليتون بتاع الهارت، هتقولي والله يا في فايبرس رينج عند الفالف بيطلع منها الكاسبس بتتصل بكوردة تنديني، والكوردة تنديني دي اصلا طالعه من بابيلاري ماسلز اللي موجوده في الجدار بتاع الفينتركلز. وظيفتها ايه؟ انها تمنع الباك فلكس بتاع الكاسبس بتاعت الفالف. طبعا دي مش موجودة بس على الليفت سايد، دي موجود زيها بالظبط على الرايت سايد اوف ذا هارت. طيب احنا كده اتكلمنا عن سبب ان الدم ما بيختلطش او ما بيرجعش من الفنتريكل الى الاتريوم، وطبعا مع انقباض الرايت فنتريكل بيتحرك الدم خلال البلمونري ترانك. طب ايه اللي ما بيخليش الدم يرجع من البلمونري ترانك للرايت فنتريكل، وفي نفس الوقت لما بينقبض الليفت فنتريكل بيتعدي الدم في الاورطه، ايه اللي ما بيخليش الدم اللي في الاورطه يرجع للليفت فنتريكل في حاله الانبساط؟ قالك لان في عند مخرج الاورطه وعند مخرج البلمونري ترانك فالف اسمه السيمي ليونر فالف. لو انت سيمي ليونر فالف يعني فالف نصف هلالي، لو انت بتتكلم على البلمونري ترانك فيبقى اسمه البلمونري فالف، لو انت بتتكلم على الاورتيك بارت بيبقى هو اسمه اورتيك سيمي ليونر فالف. طيب ايه شكل الفالفز دي؟ زي ما احنا شفنا شكل البايكاسبيد وشكل الترايكاسبيد.
ده شكلهم، ده البلمونري ترانك، عند مخرجه بيبقى فيه فالف له 3 كاسبس كده، كل واحد منهم نصف هلال الشكل، فبيسموه سيمي ليونار فالف. وده الأورطة برضو 3 كاسبس، كل واحد منهم نصف هلال الشكل، فبيسموه سيمي ليونار فالف. طيب هو ايه اللي ممكن يحصل بقى من المعلومات الكلينيكال اللي انتم المفروض تكونوا عارفينها؟ ايه اللي ممكن يحصل بالنسبة للفنتريكل لو حصل عندي ضيق عند الصمام ده اللي هو البلمونري فالف، او لو حصل ضيق عند الاورتيك فالف؟ بص كده، الضيق بتاع الصمام اللي هو البلمونري ترانك هيعمل ايه؟ هيعاكس مرور الدم خلال البلمونري ترانك، هيحمل على الرايت فنتريكل. الرايت فنتريكل لما يتحمل عليه هو بيحمل على ايه؟ على المضخة اللي هي ايه؟ المسلز. فتقوم المسلز عشان تعوض كمية الريزيستنس او المقاومة اللي بتقابلها اثناء الضخ، تبدأ المسل يحصل لها هايبرتروفي او تضخم. لما ابص للصورة دي كده، ده قلب طبيعي، ده رايت اتريوم، رايت فنتريكل، ليفت اتريوم، ليفت فنتريكل. بص كده للصورة دي ايه اللي حصل فيها؟ ده كان منطقة الفالف، صح؟ منطقة الفالف بدأ هنا كانت واسعة، بدأت من المنطقة اللي قدام الفالف تضيق. فلما المنطقة بدأت تضيق، بدأت تضغط وتحمل على الفنتريكولار وول. الفنتريكولار وول عشان يقاوم المقاومة اللي نتجت عن ضيق بداية البلمونري ترانك، بدأت المصل تتضخم على الرايت سايد، فيسموه رايت سايد هايبرتروفي اوف ذا هارت، رايت فنتريكولار هايبرتروفي اوف ذا هارت. زيادة حجم المصل ده لمجرد انها تزود قوة الضخ عشان تعدي الدم خلال البلمونري فالف. في معلومة كده الكتاب كاتبها بيقولك انها بتكون غالبا مصاحبة لحاجة اسمها انفانديبولار بالموناري ستينوزس. هي ايه الانفانديبولار بالموناري ستينوزس؟ ايه الانفانديبولم ده اصلا؟ الانفانديبولم هي المنطقة القمعية اللي بتلي فتحة الاتريوم وهو داخل على الفنتركل. شايف المنطقة الواسعة كده اللي عاملة زي القمع اللي تلي على طول الفالف اللي هو الترايكسبت فالف؟ ده اسمه الانفانديبولم. لو حصل ضيق في منطقة الانفانديبولم ده، او ضيق في بداية البلمونري ترانك، بيسموه انفانديبولار بلمونري ستينوزس. يعني دي في منطقة الانفانديبولم، انفانديبولم يعني قمع، المنطقة القمعية دي كده. لو حصل ضيق في المنطقة دي، او حصل ضيق في بداية البلمونري ترانك، بيسموه انفانديبولار بلمونري ستينوزس. ستينوزس دي بمعنى ضيق. اللي مش عارف كتابة الكلمات هوريكم لكم دلوقتي. دي كلمة انفانديبولم او كلمة قمع اللي هي بتبقى في بداية او عند دخلة الرايت اتريوم واتصاله بالرايت فينتريكل مباشرة بعد الترايكاسبيد فالف. اللي مش عارف كلمة ستينوزس او ضيق، بصوا كده اهي، ده بالموناري ستينوزس، ضيق في البالموناري ترانك. وفي نفس الوقت ايه اللي ممكن يحصل لو حصل عندي ضيق في بداية الاورطة؟ هيحصل عندي اورتيك ستينوزس ويليها ليفت فينتريكولار هايبرتروفي. عايزين نشوف صورة. ده كان القلب في الوضع الطبيعي، الأورطة فتحته أهيت، الفتحة واسعة مفيش فيها أي مشكلة. بدأت الفتحة بتاعة الأورطة تضيق هنا، المسلز بدأت تزيد في الحجم، يحصل لها هايبرتروفي عشان تزود الضغط وتقاوم المقاومة اللي بتقابلها عند الضخ في الأورطة. معلش بقى شوية ملحوظات سريعة عايز أتكلم عنها بخصوص السيستميك سيركيوليشن والبلمونري سيركيوليشن في دقيقة واحدة. انتوا عارفين ان السيستميك سيركيوليشن يعني انت بتضخ الدم لجميع اجزاء الجسم، يبقى انت بتقابل ضغط ومقاومه رهيبه خلال ضخك في الاورطه، صح؟ لكن بالنسبه للبلمونري سيركيوليشن فانت بتضخ الدم لحاجه قريبه جدا اللي هي اللنج، يعني حوالين الهارت. الرئتين بيبقوا طبعا حوالين الهارت، الهارت بيبقى في المنطقه دي ما بين الرئتين، فسهل قوي انك تضخ، فما بتبقاش محتاج قوه ضغط كبيره. طيب ارتفاع الضغط في البلمونري في السيستميك سيركيوليشن اللي احنا بنقول الضغط عند الشخص ده 120 على 80، 120 اثناء الانقباض و80 اثناء الانبساط، بينما الضغط في البلمونري سيركيوليشن ممكن يبقى حوالي 5 على 1 او 5 على 0 او 10 على 0، يعني حاجة بسيطة جدا. فقال لك ان ارتفاع الضغط في السيستميك سيركيوليشن بيغير في تركيب الليفت سايد اوف ذا هارت اللي هو تبع السيستميك سيركيوليشن عن الرايت سايد اوف ذا هارت. اول حاجة ان بيكون الليفت اتريوم اسمك من الرايت اتريوم لانه بيستقبل الفور بالموناري فينز اللي هم المفروض هيشيلوا الدم لجميع، او هيرجعوا هيصبوا الدم اللي هيروح لجميع اجزاء الجسم. دي اول حاجة. تاني حاجة
الليفت فينتريكل بيكون حجمه اكبر من حجم الرايت فينتريكل، لدرجه ان هو بيقول لك ان الماسلز بتاعه الليفت فينتريكل بتكون تقريبا حجمها ضعف الماسلز اللي موجوده في الرايت فينتريكل. تالت حاجه ان زياده الضغط داخل الليفت فينتريكل بيعمل بالجينج للسيبتم اللي هو الانتر فينتريكولار سيبتم اللي هو بيبقى موجود ما بين الرايت فينتريكل والليفت فينتريكل، بيعمل له بالجينج او انتناء ناحيه الرايت فينتريكل بسبب زياده الضغط في الليفت فينتريكل. اخر حاجة ان البابيلاري مصل اللي بتطلع من الليفت فينتريكل بيكون حجمها اكبر واضخم من حجم البابيلاري مصل اللي بتطلع من الرايت فينتريكل. اللي مش فاكر ايه البابيلاري مصلز دي، البابيلاري مصلز اللي كان بيطلع منها كوردة تنديني اللي كانت بتمسك في الكسب عشان تمنع الباك فلو بتاعه او الفلابينج بتاعه انه يطلع لفوق او يتقلب لفوق. طبعا ده كان فيديو طويل شوية بس انا ما شرحتش فيه كل حاجة، دي كانت مجرد مقدمة للي احنا المفروض هندرسه في المستقبل. ده كان الحاجة اللي احنا البيز او الاساس اللي احنا هندرس او هنبني عليها بعد كده. سؤال بس في نهاية الحصة النهاردة عايز اقول عليه، هل وضع القلب في الجسم بالوضع ده، هل الفيزلز بتخرج من القلب بالشكل اللي قدامنا ده كده بتخرج بالشكل العشوائي ده؟ لا، القلب مش موضوع بالشكل ده والفيزلز ما بتخرجش بالشكل ده. امال ازاي؟ بص للصورة دي، ده شكل القلب في الجسم ورا الصدر او ورا عظمة القصة او الاسترنم. القلب موجود في منتصف الجسم ومائل قليلا بالايبكس بتاعته ناحية الليفت سايد. القلب مش موجود، التو اتريا موجودين فوق والفنتركلز تحت زي ما انت فاكرهم كده، لا العكس، ده هو بيميل ناحية الليفت سايد شوية فبيظهر قدامي الرايت اتريوم الرايت فينتريكل، بينما الليفت فينتريكل بيرجع لورا ويختفي جزء منه ويختفي الليفت اتريوم تماما، ما يظهرش منه غير الحتة الصغيرة اللي فوق ديت اللي احنا بنسميها الاوريكل، الودن بتاعة الليفت اتريوم. طبعا الكلام ده كله انا هشرحه في فيديو مخصوص خاص به. طبعا الجريت فيزلز زي ما انا قلت ان كل الجريت فيزلز مش بتخرج كده بشكل عشوائي من القلب، ده كلها بتطلع من الابر بارت اوف ذا هارت ما عدا الانفيرور فينا كيفا اللي بيبقى نازل من تحت من الهارت. ده كان سؤال بس كده للناس تفكر فيه في شكل القلب ازاي بيكون موضوع في الجسم، هنشرحه ان شاء الله في فيديو جاي، هحاول ان انا اعمله لكم يا اما 3D هارت يا اما اعمله لكم على فيجوال اناتومي. اشوفكم بخير في فيديو جديد، سلام عليكم.